هلا سؤالات على السريع، ها بدي اياك تجاوبني بنفس الوقت انت وعباس، جاهز؟ ان شاء الله. يلا بنفس الوقت بدكم تجاوبون. اوكي. ها بما انكم اولاد بعلبك واهل بعلبك. يلا ليش؟ استاذ علي واستاذ عباس، اذا بدنا نخيركم صفيحه او لحم بعجين؟ صفيحه. صفيحه. صيد سمك او صيد عصافير؟ سمك. هو بحب السمك بيقول. وانت شو بتحب؟ انا بحب الصيد من نوعين. نوعين. ايوه فهمت عليك. غلبك يا عباس. بعلبك المهرجان، بعلبك المهرجانات الدوليه ولا سهرات بعلبك الشعبيه؟ بعلبك السهرات الشعبيه هي المهرجانات. عباس اوف، هذا هو الجواب. هذا الجواب. شافني عم اقعد قبل ما فوت. سهل او جرد؟ ما هو السهل معلق بالجرد. السهل معلق بالجرد. نعم. لا انا صراحه بيجيني الهام بالجرد. بيجيك الهام بالجرد. طيب المجوز او الربابه؟ اثنين الاولاد العام. ربابي. يعني عم تسال انت اسئله بيزعل لنا المجوز او بتزعل الربابه؟ بنحب اثنين. ماشي. العبايه او الجينز؟ العبايه. الجينز. جينز. ايوه. عيادكم غيره. الشاي او القهوه المره؟ القهوه المره. قهوه المره. قهوه المره. عصيرة القهوه المره. يا هلا يا هلا يا خيي، كتر خيرك عم برجو. طيب. قعدة صوفا وقعدة عربية؟ لا، اذا نحن بنحب اهلنا. حب العربية. قعدة العربية. كيف قلت لي هالقعدة؟ حلوة فيكم. الله يخليك يا حبيب. اخر سؤال، سيارة او خيل؟ بالنسبة لي خيل. هون عباس موتوسيكل. انت شو؟